بسم الله الرحمن الرحيم، وأجمل التحايا لكل مشاهدينا ولكل متابعي قناة الشروق الفضائية. أهلا ومرحبا بكم في مشوار جديد ومتجدد من خلال مطبخ الشروق. أهلا ومرحبا بك أحمد. أهلا ومرحبا بك آية. أهلا بك يا إسراء. أهلا بكم السادة المشاهدين. مرحبا بك شيخنا آية. أهلا بك يا أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ الشروق على قناة الشروق. النهاردة هنعمل مكرونة بالخضار والجبن، وهنعمل فراخ بصوص الدكوة زبدة الفول السوداني، وهنعمل سلطة بطاطس بالخضار. هنبدأ أول حاجة هنعمل المكرونة. هنعمل المكرونة في حلة واحدة. أول حاجة هنعملها هنقطع البصل. أيوه. هفرمه. بصل ابيض. هفرم البصل صغير خالص عشان ما يبانش. انا خدت حته صغيره بس من البصل. هنحط الزيت وهحط البصل على طول، مش هستنى الزيت يسخن. ايوه. علشان ما يتحمرش على طول اول ما انزله، انا عايزه اطلع النكهه بتاعته الاول. اقلبه. بعد كده هناخد فصين ثوم مفرومين. ايوه. ودي برده مش عايزاهم يتحرقوا. وهقطع الفلفل بتاعي. هاخد حته من كل لون. لون. ايوه. الطبق. صراحه فرق الالوان دايما له دوره ايضا شيف آية. ايوه طبعا. طبعا دايما عندنا العين بتاكل الاول، بعد كده المناخير بتشم، بعد كده البق اخر حاجه بتدوق. ايوه. فعلشان كده لازم يبقى الاكل شكله حلو، ريحته حلوه، وطعمه طبعا حلو يرضى كل الاعضاء. ايوه بالظبط. اخلي بالي علشان ما يتحرقش معايا. احط الفلفل. ايوه. المرة دي انواع الفلفل كلها، كل الثلاثة. أيوة. انواع. ايوه. لازم تتحمر كلها؟ مش هتتحمر، انا بس هطلع النكهه بتاعتها. ايوه. انا مش عايزه لون اي حاجه يغير عشان يفضل محافظ على شكله. ايوه. وهحط نص ليمونه. وبعد كده هحط معلقه معجون طماطم. وعصير الطماطم بتاعنا. الميزة اللي بتميز ما بين عصير الطماطم وما بين معجون الطماطم، معجون الطماطم هو اتقل و في الطعم بالظبط، بيبقى دخل على يعني هو طماطم بس هي قعدت على النار فتره اطول لحد ما طلعت كل كميه الميه اللي فيها. أيوة. علشان يقدر يديني ماده خام قوي انا لما اجي اخد منها معلقه. وبعد كده بالظبط، عشان كده لما بنيجي نستخدمها لازم بحط عليها ميه. ايوه. يعني يا اما بحط ميه يا اما بحط صلصه طماطم علشان تفك هي بقت زي ماده مركزه. ايوه. فعشان افكها شويه زي اللبن البودره كده. ايوه. ما ينفعش نستخدمه كده، لازم يتحط على ماده سايله. وهنحط رشه نعناع ناشف. وهنحط نعناع فريش بس في الاخر خالص. هخففها بشويه ميه.
بخصوص الطماطم طبعا الطماطم المخلوطه بالخلاط. ايوه عندنا بقول دايما في البيت السوداني يقول لك طماطم الملح او اخلط طماطم للملح، فهي دايما بتكون يعني جاهزه في الثلاجه على طول والناس بتستخدمها. انا بس كنت عايزه اعرف الحاجه الاساسيه في انه احنا ضفنا صلصه الطماطم وضفنا معجون الطماطم مع بعض. بالنسبه للطعم انا قصدي في الحدق بتاعت الطعم. طيب طبعا بتفرق معجون الطماطم اقوى عشان كده ما نقدرش ناكله كده، لازم أيوة. زي ما قلنا ان هو يتخفف شويه. انا حطيت ملح وفلفل اسود وعود قرفه، هنسيبها ممكن نضيف اي نوع خضار احنا عايزينه، هنسيبها تغلي شويه. هنسيبها تغلي وبعد كده هننزل بالمكرونه، وفي الاخر خالص هنحط الجبنه. ايوه هنغطي عليها تغلي، وبعد كده هنغرفها وندخلها الفرن بالجبنه. هنحط شويه جبنه كده في النص علشان كده، وبعد كده ندخلها الفرن. نطلع فاصل. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل، خليكم قاعدين. رجعنا من جديد واهلا ومرحبا بكل الناس اللي انضموا لي متابعتنا لهذا اليوم من خلال مطبخ الشروق. شيف آية حبابيك، وصلنا نحن حتى الان الاخضار داخل المطبخ. ايوه احنا هننقل دي على ناحيه ثانيه ونعمل أيوة. تاني وصفه هنحطها هنا. اول ما تغلي هنزل فيها المكرونه. ايوه وهي وصفه سهله جدا يعني وبسيطه، حله واحده ويعني الناس اللي بتشتغل والناس اللي بتبقى راجعه مستعجله من شغلها، حتى بالليل لما بيكون في حد في البيت عايز ياكل حاجه مش خفيفه، حاجه سريعه كده على طول، هتبقى دي معايا. تمام. تاني حاجه معانا الفراخ اللي بالدكوه. الفراخ بالدكوه، الدكوه السودانيه. أيوه. اللي هي وصفه غير ومختلفه وهنشاهد مع بعض، نجرب نشوف الفراخ بالدكوة. طيب برضو أهدان مشاهدين المقادير أمامكم في الشاشة. مطبخ الشروق دايما أكلات متنوعة مختلفة، أكلات عربية، إضافات مختلفة بكثير من يعني المواصفات الجميلة جدا، وكمان بنلقى فيها كثير من القيمة الغذائية في عدد من خلط الخضروات اللي يمكن لها فوائد كبيره جدا لجسم الانسان. انا هقطع الفراخ مكعبات. ايوه واهم حاجه انها تكون قد بعض. علشان كلها تاخد نفس السوى. ايوه دي كده غليت معانا. هننزل المكرونه طوالي. ايوه هننزل المكرونه نيه. انا بس كنت داري اسالك قبل شويه انه احيانا المكرونه بتكون مسلوقه واحيانا المكرونه بتكون نيه. أيوة. لو المكرونه مسلوقه ف هنسيب الصلصه لحد ما تتسبك خالص، وفي الاخر خالص نحط. انت طيب هنا في الوصفه دي ليه؟ انا حطيتها نيه ما سبتش الطماطم تتسبك علشان المكرونه نيه لسه هتاخد وقت. بعدين ذاته كده المكرونه بتنجي بميه سخنه كده، عبال ما المكرونه ما تستوي هتكون الطماطم اتسبكت معايا. زي ما قلنا لو المكرونه مسلوقه يبقى لازم اسيب الطماطم تتسبك الاول. هنا بقى خلاص السكينه دي كده خلاص، نجيب واحده غيرها. طيب
اول حاجه نحط شويه زيت، شويه زيت تسخن. ايوه. وهنعمل هنا رشه ملح كده بسيطه على الفراخ عشان اول ما نحطها في الزيت. ملح بس؟ ايوه. هنحط الفراخ ونحاول نوزعها كده. المكرونه هنغطي عليها لحد ما تستوي. برضه خلاص هنا للتحمير. مال الصدمه صح؟ لا صدمه مش لسه صدمه. ايوه هنشوحها بس. نحضر بقى الفلفل معانا. ثابت عندنا التحمير ما تحمير، لازم اللحمه او الفراخ تنفضل. لازم ادخلها في صدمه علشان دي بتمرر. ايوه زي ما قلنا. وهناخد برضو حته فلفل احمر وحته فلفل اخضر. هقطعها مكعبات زي ما انا مقطعه الفراخ. ايوه. عشان تبقى طبعا الوجبه بتاعتنا كلها تقطيعه واحده. التساوي في التشكيل. ايه؟ بنساوي في التشكيل حتى. ايوه. نعم. والبصل برضو هنقطعه مكعبات صغيره. ايوه. ونقلب بقى الفراخ. خدت لون اهي من الناحيه. هنا في الوسط ديت بتحسي ان الفراخ كتير شويه. ممكن ايه؟ ما احتاجنا لفراخ كتير. اه بالظبط. على حسب كل واحد بيستخدمه يعني. اكيد لو عيله مكونه من عدد افراد اكبر تقدر تستخدم كميه اكتر. بيتعمل مقادير جديده الواحد حسب الاسره. بالظبط. وبعد كده هنزل بالخضار كله. ونحط الملح بتاعنا ربع معلقه. ربع ملعقه ملح. طبعاً ما ملح الصدمه صح؟ ايوه. والفلفل الاسود شويه. ايوه. و شويه فلفل حلو. معلقه بالثوم. هنقلب التوابل بتاعتنا كلها مع الفراخ. ايوه. وبعد كده هنحط فصين ثوم مفرومين. فصين ثوم. نشوح كل ده شويه. الفراخ من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت في السوا خالص، فلازم نخلي بالنا عشان ما تنشفش. عصير ليمونه. مقص ليمونه واحده. اه ليمونه واحده. ايوه. ولو الليمون الكبير يفضل نص عشان ما تمر في الناب. و هنحط الليمون. اه لو الليمون الكبير يبقى نص ليمونه، ده هنستخدمه في الاخر. تمام. هنحط معلقه معجون طماطم. بدات ريحتها تطلع. ايوه. كل الطماطم تحسسني مشاوي مشاوي. سيستاول سيستاول. زبدة الفول السوداني. اخيرا نضيف الدقوة. حطينا الدقوة. فانا من جبل كنت عايزة اعرف انه متين حضيف الدقوة، يعني انا افتكرت خلاص الخطوات انتهت. طيب متين الدقوة؟ وهنحط كوباية ونص مية. اكلة برضو سهلة وبسيطة وسريعة جدا. ونقلب لحد ما الدقوة تدوب خالص هي والصلصة. منساش المكرونة. أيوة. دي من أكلات الحاجة؟ لا. أيوة. دي من وصفاتك أنت. أيوة.
انا حبيت اعمل حاجه للشعب السوداني، انا عارفه ان الدقه بتدخل عندكم في حاجات كتير جدا، فحبيت ان انا برضو اعمل حاجه برضو يمكن بتستخدم في حاجات معروفه، طب ما نغير شويه. فمن ضمن التنويع اللي بنعمله ان احنا دايما نقول انه الاكل مختلف ولازم ننوع ولازم نجدد، فبنحاول ان احنا ناخد الحاجات الاساسيه ايوه ونطورها شويه ونشوف هنستخدمها ازاي بنفس الطريقه اللي يمكن اليوم احنا شفنا شيف آية ان هي شغاله بها الدقوة، دخلت لنا في نظام جديد اللي هي الدقوة بالفراخ. بنتمنى كمان احنا نستغل فرصه انه احنا عندنا كميه من الفول السوداني وعندنا الدقوة في كل بيت سوداني وفي كل حته، نحاول بقدر الامكان نصطنع ونكتشف ونعمل كثير من الاكلات المختلفه ونرفعها على صفحتنا في الفيسبوك او على قناتنا على اليوتيوب للشيف آية. يمكن برضه يكون في تبادل في التفاصيل أيوة المختلفه أيوة. طبعا وممكن حد زي ما انت قلتي ان هو يبتكر حاجه جديده واحنا أيوة. نجربها هنا ونقول ان الوصفه ديت من فلان يعني ايوه ابعتوا لنا قولوا لنا اي حاجه بتجربوها واي حاجه بتعملوها واحنا هنتابع معاكم، ولازم اقلب كويس علشان الحاجه دي. بعدين الفول السوداني فيه نكهه، هو برضو يعني نقدر ندخله في كتير من الوصفات المختلفه طبعاً. اذا احنا بس قعدنا وزي ما بيقولوا يعني برواق كده ان شاء الله هنستنبط مع بعض كميه من الوجبات المختلفه. انا اتمنى كمان ان الناس تبعت تقول لنا ايه اكتر حاجات عندكم بتستخدم، ايه اكتر حاجه عايزيننا نعملها، ايه الوصفه اللي محتاجين ان احنا نعملها، ايه الحاجه اللي بتحبوها ومش عارفين تدخلوها في الاكل فنقدر ان احنا ندخلها لكم في الاكل ونعملها معاكم، ونشوف كده هنعمل ايه. ايوه ان احنا بندخلها في اللحوم ايضا، لكن قاعدين ندخلها دايما في واحده من الاكلات اسمها مفتفت. عباره عن ايه؟ مفتفت او المراره اللي هي احشاء الخروف، فيها حبه يعني كبده، حبه من زي الكمونيه وفيها دقوه مبوخه شويه. ايوه مبوخه وفيها دقوه. احنا عندنا الكمونيه باللحمه. ايوه احنا برضو بنعمل كده، بنعمل ده مع صح الكمونيه أيوة. باللحمه ولا الكمونيه بالدقوه؟ لا الكمونيه ايوه اكله الكمونيه لحمه مع كمون. لحمه مع كمون ايوه. انتوا الكمونيه عندكم فيها الكرشه وال ايوه بتتعمل طريقتين، مره في النار انه تكون دمعه كده ومطبوخه ومعاها بهار وكده، ومره ممكن يهم بالدقوه نعملها بالدقوه والشطه الخضراء بالدقوه بالفول السوداني ايوه حلو. نبقى نجربها ان شاء الله ان شاء الله. شمين الريحه ايوه بصوا بقى لما هنحط الشبت الريحه هتختلف تماما. طيب الشبت مجرد ما هيتقلب معاها هتشموا ريحه مختلفه خالص. الشمار دايما له ريحه فايحه جدا. يا الله ريحه بدأتوا تحسوا الشبت بياخدها في حته تانيه خالص. وكده خلصت معانا حاجه سهله جدا وبسيطه وما خدتش وقت خالص، وفي نفس الوقت جديده. التنوع مطلوب والتغيير مطلوب، واتمنى ان انتم تجربوها، واتمنى ان انتم تجربوا معانا الوصفات الجديده وتقولوا لنا رايكم ايه، وتبعتوا لنا دايما كده اسئلتكم، في اسئله كتير بتجيلنا وان شاء الله هنجاوب على كل الاسئله زي ما عملنا قبل كده، جمعنا كل الاسئله في حلقه واحده وجاوبنا عليها، وان شاء الله باذن الله يبقى في حلقه ثانيه نجاوب على بقيه الاسئله اللي بتجيلنا ان شاء الله. يعني الليله شفايا بالدقه السودانيه لو وقعت لنا كده وعملت لنا حاجات، وبرضه انت لو عندكم اقتراح ليها او كمنتج سوداني حابه هي تدخل لكم في وصفه ممكن تبعتوا لنا. انا اتمنى طبعا، شرف ليا. يعني الليله شفت الحلقه السودانيه ايوه ايوه فراخ بالدقوه زبده الفول السوداني للحضور طاقي داخل مطبخ الشروق بوصفات مختلفة، وصفات جميلة جدا من يد الشيف آية. وده كده أول طبق معانا، الفراخ بصوص الدقوة بشكل مختلف، إن شاء الله تعجبكم. إن شاء الله. والزينة اكتملت. اكتملت الصورة النهائية للطبق ده كده أيوة. أول طبق معنا الفراخ بالدقوة. هي نشوف ريحتها حلوة، ريحتها رهيبة قوي. الشبت لما تحط معاها وديها في حتة تاني إن
بنشوف حتى بعد ما خلصت والنار طفت انا شامل مديحه لسه يعني ايوه حاجه ما شاء الله. المكرونه خلاص المكرونه كمان استوت خالص. هنقفل عليها ونسيبها في سخونيتها 5 دقايق كده او 10 دقايق علشان تتشرب كده وتبقى حلوه. نطلع فاصل. طيب نطلع فاصل. اعزائي المشاهدين فاصل ومواصل. رجعنا وليكم منا كل التحايا ومره ثانيه شيف ما بعد الفراخ بالدقوه. ايوه هنمشي نشوف اخبار المكرونه ولا هنبدا طوالي في وصفه جديده؟ لا بس أيوة. البطاطس تتسلق وبعد كده ندخل المكرونه الفرن. طيب عشان عبال ما البطاطس ما تتسلق اللي هي انت عايزه تعملي ثاني اي وصفه من الوصفات؟ ايه اي وصفه ثانيه احنا هنعملها؟ سلطه بطاطس. سلطه بطاطس. طيب احنا هنشوف وهنتابع الطريقه الجديده. ايوه نقطعها مكعبات صغيرة عشان ما تاخدش وقت. نحطها على طول في المية وهي باردة. ايوه هي هتكون عباره عن بطاطس وبسله وبصل احمر. ممكن نحط فاصوليا خضراء ممكن ما نحطش. وهنعمل الصوص بتاعها ان شاء الله تعجبكم. ايوه زي ما قالت الشيف ايه في الحلقه اللي فاتت على انه البطاطس من الخضروات الجميله جدا الحين ممكن نقدر ندخلها في كل اسبوع في وجبه واحده. ممكن نعملها في شوربه ممكن نعملها في سلطه ممكن نعملها في كل الوصفات المختلفه. فلذلك ان هي بتكون دايما حضور معانا داخل مطبخ الشروق. احنا كده هنحط لنا البطاطس هنغطي بس عشان تسخن بسرعه وناخد بقى المكرونه نغرفها. ممكن برضه يا شيف وادي احتاج تدخل الفرن صح؟ ماشي. اه ممكن تتاكل كده انا عشان عايزه احط عليها جبنه. ايوه و هي كده تمام ممكن تتاكل كده زي ما هي. احنا هنغرف منها شويه. ممكن نعملها بطريقتين ندخل منها الفرن بالجبنه. أيوة. وممكن ناكلها بنفس الطريقه. وحتى لو ما حابين مثلا مش عارف مثلا ما في وقت او ما حابة انها تدخل الفرن او تضيف اي اضافه ممكن تخليها زي ما هي بالوصفه العاديه يعني. هنحط شويه نعناع مفروم وهنحط ورقتين نعناع هنا. ايوه تطلع الريحه عشان لو حد هياكلها كده من ورا الكاميرا هو برده ايه ظبطناكم. ايوه دي كده معانا خلاص. هنا بقى الجبنه حريه شخصيه انا هحط شرايح شيدر. ايوه وهحط على الشيدر جبنه موتزاريلا.
أيوة الإضافة الأخيرة هي النتيجة. الإضافة الأخيرة هي النتيجة الأخيرة. أيوة هندخلها الفرن على درجة حرارة 180، هشغل عليها من فوق بس عشان مش عايزة المكرونة تتهري. المكرونة مستوية حلوة جدا فمش عايزاها تاخد وقت. انا فتحت عليها الفرن بس من فوق، مش انتي خلاص. ونشوف بقى السلطه بتاعتنا. ايوه قبل ما البطاطس ما تتسلق نعمل الصوص. الصوص عباره عن ايه؟ ايوه عباره عن ايه؟ 3 معالق مايونيز، ممكن المايونيز احنا نجيبه جاهز وممكن نصنعه في البيت. ممكن نصنعه في البيت بالظبط. طيب احنا ممكن برضو نعرف طريقه تصنيعه؟ ممكن. ايوه وفصين ثوم مفروم، فصين ثوم، نص معلقه كمون على الكميه اللي انا عاملاها دي، طبعا لو هنزود هنزود، نص معلقه كزبره، ملح، فلفل اسود، رشة بابريكا بسيطة قوي عشان ما تغيرش اللون، حاجة بس تدي نكهة، وسنة قرفة بسيطة، وطبعا ليمونة معصورة، معلقة خل عشان زي ما قلنا الخل مع الليمون بيعمل معادلة. ايوه وعايزين يكون شوية. أيوة. حبة لزعة كده. وهنقلب كل ده، وبعمل كل دوت قبل ما احط البطاطس واقلبه حلو عشان البطاطس هتبقى مسلوقه لو قلبت فيها كتير هتعجن معايا، فانا مش عايزاها تعجن. بالظبط انا مش عايزاها تعجن، انا عايزاها تبقى محافظه على شكلها. ممكن ده على جنب، وهنحط بصل احمر زي ما قلنا قبل كده، البصل الاحمر للسلطات ويتاكل ني، والبصل الابيض لو هيدخل على النار. هنقطعها شرايح رفيعه، دي اكثر معلومه دايما بنحب نوصلها. عندنا في السودان دايما احنا بنستخدم البصل الاحمر للطباخه والبصل الابيض للسلطات، فهو العكس، احنا بنستخدم الابيض للطباخه والاحمر للسلطات لانه فيه نسبه عاليه من السكر زي ما قالت الشيف ايه. ايوه هنحطه ونقلبه حلو. وهنحط البسلة مسلوقة. أيوة كوباية بسلة. شوف هنا ونقلبها حلو برضه عشان تاخد النكهة دي كلها، وهنركنها على جنب. أيوة نشوف البطاطس. نشوفها يلا. حاجه بسيطه قوي، انا لازم اخلي بالي من البطاطس عشان ما تتهريش، عشان مش عايزه اهرسها، انا عايزاها تبقى صحيحه الواحده بوحدتها في قلب الصوص تبقى ماسكه نفسها، فعلشان كده لازم اخلي بالي كويس قوي من البطاطس ما اهريهاش. انا كده شايفه ان هي يا دوب تمام عبال ما نصفيها. كده البطاطس. عايزه كمان اقول لكم على حاجه مهمه قوي، اللي هي لما بنيجي نعمل بطاطس مهروسه، فاحسن حاجه ان انا اشيل البطاطس من على النار اهرسها على طول. اهرسها وبعد كده احط التتبيله بتاعتها، المكونات بتاعتنا اللي احنا عايزينها فيها، واحط واقلب، هتتهرس معانا بسهوله قوي. لكن لو سبناها تبرد بيبقى بعد كده الهرس بتاعها صعب. شوف اللي في الفرن. طيب كده عظمة. بصوا بقى حاجة خطيرة، ونحن هنشوف وهندوق الاثنين. دي جميلة. ايوه يعني انا حاسة ان انا عايزة امسك شوكة واعمل لكم كده واوريكم كده بتبقى عاملة ازاي. والله نعمل كده ليه لا. طيب
طيب؟ هي خطيرة. شوفوا ما بتفتحش اي خالص. شفتوا؟ ما بتفتحش. لسه سخنة. عظمة. 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 فظيعة. ريحتها حلوة قوي. كده شوقت كل المشاهدين اللي يشاهدون الان يعني هيستعجلوا للفطور. صايمين هيكونوا جاعوا. دي كانت المكرونه اللي احنا عملناها، سويناها في حله واحده. عملنا الخضار وبعد كده عملنا الخضار بتاعنا وبعد كده حطينا عصير الطماطم، وقلنا ان احنا لو عايزين لو المكرونه هتبقى مسلوقه نستنى الطماطم تتسبك. ايوه. لو المكرونه هتبقى نيه فبنحط الطماطم بس بتغلي 10 دقايق وبعد كده بنحط فيها المكرونه لحد ما تستوي. ونشوف بقى السلطه بتاعتنا. ده كده البطاطس هو متماسك كده بالطريقه دي. ايه؟ متماسك. ايوه. مش هقلب بدي، انا هقلب بحاجه كده خفيفه شويه لانه لسه شويه سخن. افضل انه يكون بارد شديد. تبرد طبعا شويه عشان المايونيز ما يسحش. وهنحط شويه شبت. الشمار لازم يكون حضور في اغلب الاكلات فهو بيدينا نكهه جميله جدا. برضو كمان مفيد. شويه بقدونس. ايوه البقدونس كذلك. الخضره عامه في الاكل بتدي طعم وريحه وشكل. ايوه شمار بقدونس كزبره كله بيدينا نكهه وكلها عندها فوائد. ايوه عندها فوائد وفي نفس الوقت بتدي لنا الاكل شكل، بتدي لنا لون كده. الريحة هفت اول ما حطينا. نغرفها. بطاطس برضو سلطة مختلفة وسهلة وبتتنوع من السفرة بتاعتنا. لما يكون عندنا عزومة نقدر ان احنا نقدم حاجة مختلفة شوية. والتنوع مهم جدا علينا. كل ما نقدم حاجة بتكون هي مختلفة كل ما احنا بنحس على انه احنا ابدعنا وقادرين انه نبتكر اكثر واكثر من خلال الاكلات والطبخات اللي احنا بنشوفها دايما مع الشيف آية وخلال مطبخ الشروق طول شهر رمضان المعظم. انا هفرمه بس مش هفرمه قوي، اخليه. وكده تبقى كانت وصفه معانا خلصت النهارده. و كانت السلطة. عملنا النهاردة الفراخ بالدكوة. عملنا الفراخ قطعناها مكعبات وشوحناها على النار. حطينا بصل مكعبات، فلفل الوان مكعبات عشان يبقى نفس التقطيعة. حطينا الثوم، حطينا معجون الطماطم، قلبناهم حلو قوي، ملح وفلفل وفلفل حلو، وقلبناهم مع بعض حلو. حطينا رشة قرفة وبعد كده حطينا زبدة فول السوداني وشوية مية وسبناها لحد ما الفراخ استوت والصوص تقل كده وبقت حلوة معنا كده. وحطينا في الاخر شوية شبت مفروم واديها طعم خطير. اتمنى ان انتم تجربوها. وعملنا المكرونة اللي سويناها في حلة واحدة. عملناها ازاي؟ شوحنا سنة بصل بسيطة مع سنة ثوم مع فلفل الوان وحطينا معجون الطماطم وبعد كده حطينا الملح والفلفل وحطينا صلصة طماطم. سبناها تغلي، حطينا فيها المكرونة نية وسبناها لحد ما استوت. يا اما المكرونة لو مستوية قلنا ان احنا نحط فيها نسيب التسبيكة تتسبك على النار كويس وبعد كده نحط فيها المكرونة. لو نية يبقى هنسيب الطماطم تتسبك مع المكرونة في الاخر خالص. حطينا نعناع وخدنا شوية حطينا على وشها جبنة ودخلناها الفرن تعمل لها وش بالجبنة. وقلنا ممكن اللي عايز ياكلها من غير جبنة او اللي ما بيحبش الجبنة ياكلها كده يحط عليها بس نعناع عشان هيديها طعم حلو قوي. واخر حاجة كانت معانا النهاردة عملنا سلطة البطاطس. اخر حاجة كانت معانا النهاردة كانت سلطة البطاطس. عملناها ازاي؟ سلقنا البطاطس وقلنا لازم نخلي بالنا حلوة قوي علشان ما تتهريش
وخدنا مايونيز ملح فلفل كمون كزبره وليمون وخل قلبناهم حلو قوي، حطينا معاهم البسله مسلوقه، حطينا بصل احمر مش ابيض، وبعدين حطينا البطاطس بعد ما اتسلقت وقلبناهم حلو، وحطينا شبت مفروم وكزبره خضراء عشان يدونا طعم ولون حلوين، وطلعت معانا بالشكل ده. واتمنى ان انتم تجربوا الوصفات وتقولوا لنا رايكم ايه، وتقولوا لنا مقترحاتكم واسئلتكم، واحنا ان شاء الله هنجاوب عليها. نعم. يعني انا قبل من قبل الفاصل سالتك من انه طريقه عمل المايونيز داخل البيت. طريقه عمل المايونيز داخل البيت هي السهل الممتنع. ايوه، بس انا ما برشحش بصراحه ان احنا نعمل مايونيز في البيت. ليه؟ لان المايونيز هو عباره عن بيض وخل وزيت، وبيتضرب بطريقه معينه، وبنفضل ننقط بالزيت شويه شويه لحد ما يديني القوام ده وانا بضرب في البيض. بس لو احنا عملناه في البيت بتكون صلاحيته ساعتين. ما ينفعش يستخدم بعد ساعتين، لان هو عباره عن بيض، البيض فيه بكتيريا، ما ينفعش تقعد اكتر من كده، ما ينفعش يتعرض لدرجه حراره بشكل معين. لكن المايونيز الجاهز بيبقى مستخدم ببيض متبستر، وبيبقى هو داخل عمليات كيميائيه عشان يستحمل معانا، واخد مواد حافظه عشان يستحمل معانا ويقعد معانا المده دي كلها، ونقدر ان احنا نستخدمه. عشان كده انا ما بفضلش ان المايونيز يتعمل في البيت. دي حاجة كويسة جدا ومعلومة إضافية لكثير من الناس اللي دايما هي بتحاول بقدر الإمكان إنها تعمل المايونيز داخل البيت. فوريتكم يمكن يكون فيه مشكلة كبيرة جدا، فعشان كده دايما نستعين بالمايونيز الجاهز. طيب يا شيف آية، في بعض السادة المشاهدين بيسألوا ممكن طريقة عمل الليمون اللي بيتفق أو الليمون اللي بتستخدمي في بعض الوصفات بتاعتنا؟ هو الليمون ده أنا بجيبه جاهز، بس هو في يعني في ناس ممكن يتعمل في البيت، ممكن يتعمل. الناس بتسيب الليمون في الهواء زي الفلفل الدراي بالظبط، برضو نسيب الفلفل في الهواء، أهم حاجة يكون متعرض لهواء علشان ما يعفنش، لحد ما هو بيدبل خالص وبينشف، وبعد كده اقدر ان انا لمه واستخدمه. نفس الكلام الفلفل برضو بيتحط في هواء وبيتعرض للشمس، لازم يتعرض لدرجة حرارة عالية، فبتكون للشمس. في الليمون او الفلفل الناشف او كده بيتفرد، اوقات بيتحط معرض للشمس، يعني هو منه للشمس علشان الشمس تجففه، هو عبارة عن تجفيف. فالتجفيف ده بيبقى بدرجة حرارة، يا يعني إما لو بتبقى في الفرن فبتبقى بمدة طويلة قوي عشان درجة حرارة هادية. أيوة. يا إما بيتعرض للشمس فبيقعد مدة برضو طويلة، وبعد كده بناخده برضو بنطحنه بالإيد كده لو الفلفل وبنشيله، ولو الليمون بيتحول هو للشكل ده، وبعد كده بنشيله برضو على طول في برطمانات ونقدر نستخدمه في أي وقت. أيوة. يمكن قبل يوم سألتك من إنه الطماطم المجففة اللي إحنا ممكن نسحنها، هي عندنا في السودان كتير جدا إحنا بنستخدمها كصلصة جافة أو كمادة جافة بنسحنها، وهي بتكون موجودة. الآن إحنا برضو حنقول إحنا عكسكم تماما. الليمون مجفف خالص، احنا ما قاعدين نستخدم الليمون المجفف داخل البيوت السودانيه، بل بنستخدم دائما الليمون الطازه الفريش. فدي حاجه كويسه جدا واضافه. احنا ممكن نقول اكثر حاجه ممكن نقدر نستفيد منها من خلال مطبخ الشروق ووجود الشيف آية والمطبخ العربي عموما، تبادل الخبرات والتفاصيل اللي دائما احنا بنلقاها موجوده في عدد من المطابخ العربيه واحنا ما موجوده عندنا، بنقدر انه نتبادل مع بعض ثقافات متعدده. ايوه، الليمون الناشف بيدي طعم حلو قوي، يا ريت لو نقدر نعمله، بيدي طعم ونكهه خطيره في الاكل. ايوه. يعني انا اوقات بطحنه وبستخدمه في الصوصات وبستخدمه. أيوة. في السلطات. يعني بطحنه بودر عشان اقدر في التتبيلات بتاعت اللحوم والفراخ، فبيبقى بصراحة عظيم قوي، بيبقى حلو جدا. هو عموما الليمون فيه فوائد طبعا، يعني فيتامينات، فمن ان احنا نحطه في الصوص او نحطه في وجبة فهنستفيد منه، فده ممكن برضه احنا ندخله لبهارنا فهنستفيد منه يعني، وهيدينا نكهة لبعض بالظبط. بس خلينا برضه نقول ان الحاجة لما بتتجفف كده بتفقد جزء من القيمة الغذائية بتاعتها، فما اقدرش اقارن ليمون مجفف بليمون فريش. ما اقدرش اقارن دي خالص، ده لي فايدته وده لي نكهته. ايوه، فطبعا هو بيتجفف كده وبيفقد نسبه كبيره، مش نسبه قليله من الليمون، من الفايده بتاعته. ايوه، لكن بيدينا نكهه مختلفه، زي ما احنا بنستخدم كتير من التوابل الاخرى الموجوده زي النعناع المجفف وغيره، فهو بيدينا نكهات مختلفه واضافات مختلفه، واحنا ممكن نستخدمه الاثنين مع بعض. ايوه. ممكن يكون نعناع مجفف من ايوه ناخد النكهه من ايوه.
اسئله كثيره جدا هي موجوده، ولكن احنا برضو دائما يعني بنقول انه يعني كل الوصفات اللي انتم حابين انه تضيفوها وكل الخبرات اللي عندكم من خلال التوابل المختلفه، فاحنا ممكن من خلال مطبخ الشروق والشيف آية بتتكلم عن كثير من الوصفات المختلفه واللي هي يمكن تكون اضافه بالنسبه لنا، ممكن احنا برضو نضيف لها من خلال وجباتنا السودانيه المختلفه والمتنوعه، زي ما هي الان اخترعت لنا الفراخ بالدكوه، وكمان احنا قلنا لها فتفت بالدكوة أو أي حاجة من الأكلات السودانية المعروفة اللي إحنا بندخلها لحوم مع الدكوة. أيضا التوابل لها دورة وفيها فوائد كثيرة جدا وفوائد عظيمة، لذلك إنه لازم إحنا نستخدم جزء منها يكون طازة، جزء منها يكون فرش. إن شاء الله تسلم يدك يا شيف، وشكرا على الحديث، وشكرا إنك الليلة دخلت لنا المنتج السوداني ونوعت لنا في وصفة متنوعة، وتسلم العيال جدا. نختم خلاص. يلا مع السلامة. أعزائي المشاهدين، وبكده بيكون خلصت حلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا واخدتوا حاجة جديدة ودعمتوا، ويا ريت تشاركونا وتبعتوا لنا وتتواصلوا معنا للحلقات القادمة، ونقول لكم كالعادة إلى اللقاء، ولكن في حلقة قادمة إن شاء الله.